منيب نعم. عفوا شو التخوف اللي كان عندكم؟ ما عندنا حتى شي تخوف. إذن لماذا انسحبتم؟ انا نقول لكم علاش انسحبنا. انسحبنا حنا ثلاثه الاحزاب مستقله منتخبه في المؤتمرات ديالها باش نشتغلوا في الانتخابات. وضعنا بعض الارضيات. هذه الارضيات غادي نلاحظوا من بعد لان فيها قرصنه القرارات اللي هي مشروعه ودارت لجان اللي هي غير منتخبه ولات كتقرر في بلاصه الاحزاب. كنت واعيه استاذه منيب بانه في الاطار الفيدرالي الوثائق ديالها تحد نوعا ما من السياده الحزبيه لكل حزب نوعا ما وليس كليا في ثلاث قضايا: الوحده الترابيه، الدستور، والانتخابات. لا، لماذا ذهبت نبيله منيب؟ لا ماشي ذهبت نبيله منيب، بعدا اسمحوا لي التصحيح. هذا حزب مبعوث. لا هذا حزب. لا المؤسس ديالو سي بن اي تيدر لحد الان الاستاذ مصطفى مسداد من المؤسسين كاين في المكتب السياسي والاستاذه ساميه عباد الاندلسي والاستاذ يوسف اليوسفي، وفيه خمسه ولا سته ديال الاساتذه جامعيين، فيه مناضلين من طراز عالي تناخذوا القرارات جماعيه. ما كاينش حاجه منيب انسحبت. انا ذهبت الى التقيت بالامناء العامون وقلت لهم اسمحوا لي انا ارفض التدخل. نجاوب والله يخليكم، بغيتوا الجواب ولا بغيتوا غير تطرحوا الاسئله قبل الجواب؟ لا اسمحوا لي غير نجاوب، نكمل جوج جمل، لا جوج جمل وبعد نكملوا الاسئله ديالكم. تفضل. هو انه يعني لقينا بان هناك قرصنه ديال القرار ديال الحزب ديالنا، تخلقات بعض اللجان خارج القانون، لا الفصل 28 ولا الفصل 121. شنو هي؟ يعني ثلاثه المكاتب جهويه في نفس اليوم في الحزب ديالنا تجتمع بقدره قادر وكتنتخب خمسه الناس، في حين يعني التعميم اللي غادي نصيفطوا لهم كنقول لهم ديك خمسه الناس اللي كيمثلونا حنا على المستوى الجهوي فيهم كاتب جهوي وثلاثه الكتاب ديال الفروع زائد امراه موجوده داخله. كاين شي ديمقراطيه اكثر من هذه؟ اذا هاد الناس مشاو خارج القانون. لما اخبرت الامناء قلت لهم الله يخليكم هذوك خمسه ديالنا في الرباط وفي الدار البيضاء وفاس راه ما كيمثلوناش، راه خرجوا على القانون. تسناوني سيمانه نحلوا هذا المشكل هذا، راه داروا لي الفيتو على فروع وداروا لنا الفيتو على شخصيات في الحزب. تسناونا قالوا لي داكور لو لوندوما بداو تيشتغلوا معاهم. اذا هناك بدا نوع من التواطؤ ديال المكونات الاخرى. عفوا استاذه نبيله منيب، مع الناس اللي كتسرع الاندماج في اطار الفيدرالي. كنتم متفقين ديال الذين يريدون التسريع جميعا، ما موجودينش باش المقاطعه في اطار الفيدرالي. كنتم متفقين على انكم تسندون للهيئات الجهويه والمحليه مساله الحسم في هذه الترشيحات. لا اتفقنا، هما اتفقوا داروها ديمقراطيا، علاش غيفرضوا عليا انا في الحزب ديالي تدار خارج القانون ويتعاملوا معها؟ لان الانتخابات مسألة يحسم فيها في إطار الفيدرالية وليس في إطار الحزب. لا في إطار الفيدرالية. أنا لما سألت الأمناء العامون قلت لهم اللجان الجهوية ديالكم أنتم كيف عملتوها؟ قالوا قانونيا سهرنا عليها وعارفينهم. أنا درت في الليل مكتب بخباريش كأمينة عامة كمكتب سياسي، يعني كيف يعقل؟ أنا بالنسبة لي طلبت من الأمناء العامون وتلاقينا ثلاثة المرات بحضور ممثلين عن المكاتب السياسية الثلاثة، قلت لهم الله يخليكم حنا عندنا مشاكل داخلية عنوانها خرق القانون، وانا لن اسمح بخرق القانون الداخلي ولا القانون الاساسي، وانا اريد بناء دوله حق القانون. تسناو علينا واحد السيمانه، في هذيك السيمانه تيتعاملوا معهم وغاديين في واحد السرعه، وهذا بدا تيبان لنا بان الامور ما مزياناش. ولهذا هذاك الكلمه اللي استعملها ديال الخيانه انا ارفضها. حنا ما كنعرفوش الخيانه وما عندناش جدودنا خائنين ولا المؤسسين ديال الحزب خائنين، ما عندناش الخيانه. هذه نقطه نظام من اجل وتبه باش يمكن لنا نحافظوا على اليسار الحقيقي وباش يمكن لنا نخليو امكانيات الوحده المستقبليه. ما يمكنش انا تقول هذا الكلام هذا.